أهلا بكم في نشرة الأخبار الرئيسة من القناة السعودية، والبداية بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس كينيا بذكرى استقلال بلاده. سمو ولي العهد يستقبل الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ويستعرض معه ملف المملكة لاستضافة معرض الرياض إكسبو. اختتام أعمال ملتقى الميزانية بالتأكيد على مواصلة نمو الاقتصاد السعودي نحو المستهدفات. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الرياض الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض السيد ديمتري كاريكنس، وجرى خلال الاستقبال استعراض ملف استضافة المملكة العربية السعودية لمعرض الرياض إكسبو 2030. حضر الاستقبال معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض الأستاذ فهد الرشيد. ناقش صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية في الرياض اليوم مع وزير خارجية الجابون مايكل موسى آدم خلال اللقاء تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، كما استعرض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين. وبحضور سمو وزير الخارجية اختتمت اليوم في أبوظبي فعاليات مؤتمر السياسات العالمي بمناقشة عدد من الموضوعات التي تشغل الساحة الخليجية والدولية والإقليمية. شارك الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية في فعاليات مؤتمر السياسات العالمي الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث تطرق سموه خلال ندوة حوارية في ثنايا المؤتمر إلى عدة مواضيع ساخنة تشغل الساحة الدولية والإقليمية والخليجية. تحدثنا عن أسس السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، هي أسس مبنية على توجيهات القيادة حفظها الله بالتركيز على التنمية ودعم مسار التنمية ودعم نظرة رؤية 2030 وما يتعلق بها، وهذا أساسنا الثابت، استقرار في المنطقة وفي العالم وتعاون مع الجميع وانفتاح على الجميع، وهذا ما استعرضناه في هذه الجلسة. العلاقة السعودية الإماراتية والتحديات السياسية والأمنية الإقليمية، الحرب الروسية الأوكرانية ومخلفاتها، الوضع الأمني والعالمي والملف النووي الإيراني وتداعياته، وتحرك دول الخليج العربية لضمان أمنها واستقرارها في ظل التقلبات السياسية، ومواضيع عديدة أخرى شائكة ناقشها ضيف المؤتمر الأمير فيصل بن فرحان خلال ندوته. جدير بالذكر أن مؤتمر السياسات العالمي ناقش خلال 3 أيام من عمره وبمشاركة أكثر من 200 شخصية من المسؤولين وصناع القرار والمفكرين والاقتصاديين والأكاديميين والإعلاميين من مختلف أنحاء العالم، ناقش أبرز التحديات التي تواجه المنطقة والعالم والبحث عن حلول مستدامة لمواجهتها. ناقش مؤتمر السياسة العالمي الذي استضافته العاصمة أبوظبي مختلف التحولات السياسية والاقتصادية الحاصلة في العالم وتأثيرها على البلدان والدول الخليجية. عبد اللطيف بخوش، أبو ظبي. استعرض وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل الجبير في الرياض مع سفير جمهورية البيرو لدى المملكة كارلوس زاباتا، استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية في الرياض اليوم سفير جمهورية سلوفاكيا لدى المملكة رودولف ميشيلكا المعين حديثا، متمنيا للسفير رودولف ميشيلكا التوفيق في مهام عمله الجديد.
اختتمت أعمال ملتقى الميزانية بعد مشاركة 30 متحدثا من المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، استعرضوا خلال 11 جلسة أثر الخدمات الحكومية على المواطن والقطاع الخاص، وتناول خطط تلك الجهات ومشاريعها المستقبلية. ثلاثون متحدثا من المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص يستعرضون خلال 11 جلسة أثر الخدمات الحكومية على المواطن والقطاع الخاص وتناول خطط تلك الجهات ومشاريعها المستقبلية. ملتقى الميزانية الذي وجه به ولي العهد لرفع مستوى الشفافية بما يتعلق بالميزانية العامة للدولة ناقش خلال يومين الاستدامة المالية ومحركات النمو الاقتصادي والخدمات الأساسية في ظل التحول الوطني ودور البنى التحتية والخدمات اللوجستية في دعم التنمية الاقتصادية. ميزانية وأرقام تؤكد مواصلة نمو الاقتصاد السعودي نحو المستهدفات، وليثبت الاقتصاد السعودي قوته وصموده في مواجهة التحديات العالمية، وفي الوقت الذي تعاني اقتصادات الدول الكبرى ويظللها شبح الركود، نجحت المملكة في تخطي هذه الأزمات، بل قلبت المعادلات بتحقيق معدلات نمو قياسية. وقفزات النمو المسجلة لاقتصاد المملكة تترجم تسارع مسيرة التحول وتنمية القطاعات الواعدة، وتضيف قوة المركز الاقتصادي السعودي عالمياً. بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وزير الصحة فهد الجلاجل، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، دشن اليوم أول جهاز تنفس يخدم وحدة العناية المركزة محلية التصنيع ضمن شراكات وزارتي الاستثمار والصناعة وهيئة المحتوى المحلي مع القطاع الخاص، والتي تهدف إلى نقل التقدم التكنولوجي والمساهمة في دعم النظام الصحي المحلي على تمكين صناعة الأجهزة الطبية محليا في المملكة، إضافة إلى خلق العديد من الفرص الوظيفية في القطاع الخاص. بحث رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله الشيخ مع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعيد الجهود المبذولة لتطوير أداء عمل المجلس خلال دوراته الماضية وتعزيز مخرجاته للمساهمة في الوصول إلى قرارات وطنية رشيدة تدعم التنمية الشاملة في المملكة، وما يقوم به المجلس وأعضاؤه من عمل متميز ومحكم في إعداد الأنظمة والقرارات التي أسهمت في دعم وتطوير أداء الأجهزة الحكومية. برعاية وزارة الطاقة، انطلقت اليوم في الرياض فعاليات المؤتمر العاشر للشبكات الكهربائية الذكية بمدينة الرياض تحت شعار حلول تكاملية لطاقة مستدامة، حيث يتطرق المؤتمر في هذه النسخة إلى أثر الاستدامة والطاقة المتجددة والتشريعات والتوجيهات المستقبلية للشبكات الذكية. وتأتي رعاية الوزارة للمؤتمر ضمن جهودها المستمرة في تطوير وتبادل الخبرات في المجالات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء في وقت يشهد فيه القطاع تحولا جذريا. ونشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. وزارة السياحة تستهدف 3 مناطق لإطلاق برنامج تحدي الوجهات السياحية. ألم حساسية الأسنان مشكلة شائعة مرة. معجون سنسيداين المطور ترميم حماية الجديد بيدخل لعمق السن، وهذا بيساعد في أنه يقلل من حساسية الأسنان. أنصح الأشخاص أنهم ما يهملوا مشكلة حساسية الأسنان. أنا أنتمي للإعلام، لكن أقر أن الواقع الإعلامي صعب. أنتم صحفيين، المفروض أنتم اللي تبادرون وتعرفون كيف تنتقدون جهات أنتم ما تعرفون عنها شيء. الوسائط تتعدد، المحتوى هو واحد. القيادة الوحيدة في العالم العربي التي تؤثر على نظام الاقتصادي العالمي هي السعودية. المبادرة اللي عم تطلقها السعودية اليوم لا تنطلق من موقع عدائي لحدث. الإشكالية اللي حصلت عندنا صدر فيها حكم إعدام مبكر.
المملكة العربية السعودية تتحدث عن مصالح تمكنها من القيام بمهامها ومشاريعها الداخلية وهو حق مشروع. أنا من المدرسة اللي تميل أنه الصحفي من الأفضل أن يكون دارس لمواد أخرى غير الصحافة. الموقف الأربعاء 8:30 مساء على السعودية. أهلا بكم من جديد. قام وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة بزيارة إلى الجمهورية التركية، التقى خلالها عددا من المسؤولين وجرى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين. في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، بدأ وفد سعودي برئاسة وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة زيارة رسمية إلى تركيا تكريسا لعمق العلاقات الأخوية بين بلدينا. أنا سعيد جدا بزيارتي لجمهورية تركيا وبحث سبل التعاون مع رئيس الشؤون الدينية التركية وكذلك وزير السياحة، وذكرنا بترحيبنا بجميع المعتمرين من تركيا وتقديم جميع التسهيلات لهم وتطوير إجراءات العمل بين البلدين، وبحثنا كل طرق لتسهيل إجراءات. وزير الحج والعمرة السعودي أكد أن الزيارة تأتي امتدادا للجهود الثنائية التي تستهدف زيادة فرص التعاون وبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك. نتائج المباحثات مثمرة للغاية مع معالي الوزير، وخاصة المتعلقة بالتسهيلات من المملكة للحجاج في كل دول العالم لزيارة بيت الله الحرام. تركيا بدورها أعربت عن ارتياحها من التطور المضطرد في العلاقات بقطاعات حيوية للعالم الإسلامي مثل السياحة والحج والعمرة. نرغب بالتعاون بشكل أوسع مع المملكة في الأمور السياحة خلال المرحلة المقبلة. النية موجودة لدى كلا البلدين وسوف نترجمها على أرض الواقع. اللقاءات الحارة بين مسؤولي البلدين شملت استعراضا لجميع الخدمات والتسهيلات المقدمة مؤخرا من المملكة لتمكين أكبر عدد من المسلمين من زيارة الحرمين الشريفين وتأدية مناسكهم بطمأنينة ويسر. هذه الزيارة المهمة لمعالي وزير الحج والعمرة لتركيا بحسب المراقبين هنا تبشر بتعاون أقوى وأكثر تنوعا بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في الارتقاء بالعمل الإسلامي المشترك. طه عودة، إسطنبول. مشاهدينا الكرام، ونعود بكم إلى الرياض ومن مقر فعاليات المؤتمر العاشر للشبكات الكهربائية الذكية والذي يقيم تحت شعار حلول تكاملية لطاقة مستدامة. ينضم إلينا من مقر المنتدى زميل سليمان الجبر. زميل سليمان، بداية مساء الخير، وضعنا بمزيد من التفاصيل حول هذا الملتقى وما تم خلاله. مساء النور زميلي دكتور لافي الرشيدي. أولا، اليوم انطلقت فعاليات المؤتمر العاشر للشبكات الكهربائية الذكية والذي يستمر لمدة 3 أيام برعاية وزارة الطاقة تحت شعار حلول تكاملية لطاقة مستدامة، وسط حضور مختصين وخبراء لمناقشة أحدث ما توصلت إليه التقنيات في القطاع وأهم الفرص والتحديات. وللحديث أكثر عن هذا المؤتمر ينضم معي المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي. أهلا وسهلا بك مهندس أحمد. يا هلا بكم. حدثني عن هذا المؤتمر وعن دور الهيئة للربط الكهربائي الخليجي في هذا المؤتمر. طبعا مشاركتنا في المؤتمر هذه تأتي ضمن المشاركة المستمرة لهيئة الربط الكهربائي في هذه المؤتمرات الهامة. المؤتمر في نسخته العاشرة نشهد فيه تطور كل سنة في هذا المؤتمر، ولدينا مشاركات أيضا بحثية وعلمية في هذا المؤتمر.
حريصين دائما على التواجد على دعم المؤتمر من عام لعام إن شاء الله. ما هي الخطط الهيئة التوسعية القادمة؟ طبعا هيئة الربط الكهربائي يعني وشبكة الربط الكهربائي من دول مجلس التعاون بدأت العمل منذ العام 2009 والآن في العام 13 من التشغيل. الآن دخلنا في مرحلة جديدة هي مرحلة توسعة الربط ليخدم دول مجلس التعاون بشكل أكبر. لدينا مشاريع بدأت في حيز التنفيذ، مشروع توسعة الربط مع دولة الكويت، وأيضا مشروع توسعة الربط مع دولة الإمارات، والربط المباشر مع سلطنة عمان. هذه هي أهم مشاريعنا الحالية. أيضا يأتي الربط مع جمهورية العراق، هو ربط استراتيجي بين دول مجلس التعاون وجمهورية العراق، وذلك لتبادل وتجارة الطاقة ودعم جنوب العراق من ناحية تزويد الكهرباء إن شاء الله. يعني أستغل تواجدك معي، حدثني عن مقدار الوفرات الاقتصادية لدول الخليج. طبعا من أهم الوفرات الاقتصادية أن الربط الكهربائي الخليجي يوفر على الدول الكثير من الكلف التشغيلية والاستثمارية. حاليا يعني تقريبا سنويا هناك وفر لدول مجلس التعاون يتجاوز 200 مليون دولار. حاليا وصلنا إلى وفر تراكمي خلال سنوات التشغيل الماضية تجاوز 3 مليار دولار، ويتجاوز ضعف تكلفة المشروع التشغيلية والاستثمارية. شكرا جزيلا لك، حياكم الله. هذا ما لدي دكتور لافي الرشيدي. كان معي المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي. أعود إليك إلى الاستوديو. نعم، زميل مراسل أخبار السعودية زميل سليمان الجبر من مقر المؤتمر العاشر للشبكات الكهربائية الذكية بمدينة الرياض، شكرا جزيلا لك ونلتقيك على خير بإذن الله. أعلنت وزارة العدل عن إطلاق خدمة توثيق وصية إلكترونيا عبر بوابة ناجز، ما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين ويغنيهم عن زيارة كتابة العدل. وأوضحت الوزارة أن الخدمة متاحة لجميع المستفيدين من خلال تقديم الطلبات عبر بوابة ناجز في خطوات ميسرة. أشارت إلى أن الخدمة تستهدف مقدم الوصية بالإصالة عن نفسه ومقدم الوصية بالوكالة، إضافة إلى إقرار ورثة متوفى من خلال بيانات وثيقة ورثة متوفى. قالت النيابة العامة إن الشيكات تحظى بحماية جزائية متينة تسهم في تحقيق وظيفتها كأداة وفاء تستحق الدفع بمجرد الإطلاق عليها، كما وأنها تحل محل النقد. وأوضحت النيابة أن عقوبة التعمد بتحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه تصل إلى السجن لمدة 3 أعوام مع غرامة تقدر ب50,000 ريال. أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء عن بقاء 5 أيام على انتهاء مهلة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية رسوم الأراضي البيضاء في مكة وجدة وحاضرة الدمام. وأكد البرنامج ضرورة مسارعة ملاك الأراضي البيضاء في المدن الثلاث إلى تسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء، موضحا أن غرامة عدم التسجيل خلال المهلة المحددة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة. دخل قرار عقوبات على من يقوم باستغلال الرواسب لغرض بيعها ومن يقوم بأعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة 1000 أو استغلالها حيز التنفيذ الذي يتضمن السجن لمدة لا تتجاوز 2 سنين وبغرامة لا تزيد عن 1,000,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. شددت وزارة الصناعة والثروة المعدنية على أن المادة تنص على جواز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال العودة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها. كما أوضحت الوزارة أن القرار بإضافة هذه المادة الجديدة إلى نظام الاستثمار التعديني يأتي للحد من ظاهرة الاستغلال العشوائي للرواسب المعدنية في المملكة والمحافظة على البيئة وضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية. شدد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على وجوب الحصول على ترخيص لممارسة أعمال نثر البذور داخل أراضي الغطاء النباتية الواقعة تحت إشراف المركز في جميع مناطق المملكة، والتي تشمل المتنزهات الوطنية والمراعي والغابات والوديان والروضات والفياض وغيرها.
كما يقر المركز عقوبة على المخالفين تصل إلى 20,000 ريال مع الإلزام بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات وفقا للائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. ويمثل نثر البذور أحد الطرق المعتمدة والركائز الأساسية للتشجير في المملكة الذي يهدف المركز من خلاله إلى تنمية الغطاء النباتي في المواقع التي يصعب الوصول إليها وخدمتها وزراعتها بأنواع محددة. تنظم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المؤتمر الدولي للتعليم المحاسبي في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 3 حتى 5 يناير تحت شعار الإعداد المبكر لسوق العمل برعاية وزير التجارة. ويعد المؤتمر الأول من نوعه في تخصيص التعليم المحاسبي حيث يشارك فيه 67 من المتحدثين المحليين والدوليين بهدف تبادل الخبرات والتجارب في مجال التعليم المحاسبي. أطلقت وزارة السياحة برنامج تحدي الوجهات السياحية في 3 مناطق رئيسة تشمل كل من العاصمة الرياض والطائف والأحساء، وذلك سعيا منها لتحفيز رواد الأعمال المبتكرين في قطاع السياحة في المملكة ولغرض المشاركة في تقديم حلول مبتكرة تسهم في حل التحديات التي تواجه الوجهات السياحية والمساهمة في دعم بيئة ريادة الأعمال السياحية وتعزيز دورها في تحقيق رؤية المملكة. أعلن صندوق الاستثمارات العامة على استحواذه على 9.5% في شركة سكاي بورن رين يو أبولز الرائدة عالميا في مجال تطوير وتشغيل تقنيات إنتاج الطاقة باستخدام الرياح البحرية. وستسهم الخطوة في تعزيز جهود مشاركة صندوق الاستثمارات العامة في تمكين نمو مصادر الطاقة النظيفة، وذلك عبر الاستثمار في منصة لإنتاج طاقة الرياح البحرية في عدة مناطق حول العالم. وشمل أصول شركة سكاي بورن رينبولز حصصا في مشاريع قائمة أو قيد التنفيذ في كل من ألمانيا وفرنسا وتايوان، إلى جانب مشاريع متنوعة ومستقبلية بهدف إنتاج أكثر من 30 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية. توقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مكة المكرمة مع فرصة ظهور سحب رعدية ماطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من حائل المدينة المنورة القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض. المزيد بالتقرير التالي. مطرنا بفضل الله ورحمته، الحمد لله هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة سالت على أثرها الأودية والشعاب على بعض أجزاء منطقة مكة المكرمة، شملت محافظة جدة والسواحل منها. كانت الأمطار خفيفة إلى متوسطة، غزيرة في بعض المناطق. نتوقع إن شاء الله تعالى استمرار حالة عدم الاستقرار على سواحل منطقة مكة المكرمة بما فيها محافظة جدة بهطول متوسط إلى غزير الأمطار، وتكثر وغزارة الأمطار وشدتها خاصة على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة في الشعيبة في الليث في القفذة. هذه المناطق متوقع عليها استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع جريان الأودية والسيول، لذلك نلفت الانتباه. والفرصة مواتية كذلك الحالة هطول أمطار على العاصمة المقدسة والمناطق الشرقية منها، كذلك الحالة على المرتفعات وقمم الجبال في مكة المكرمة في محافظة الطائف والسلسلة الجبلية حتى منطقة الباحة وبعض أجزاء منطقة عسير، بالإضافة إلى الضباب يتكون في ساعات الصباح والمساء المتأخر من هذا اليوم على معظم المناطق التي أمطرت خاصة خارج المدن. وتستمر إن شاء الله تعالى هذه الحالة الجوية حتى يوم الأربعاء القادم لتشمل منطقة المدينة المنورة، بعض أجزاء منطقة القصيم، المحافظات الشمالية، منطقة الرياض ومنطقة حائل بعض الأجزاء منها خاصة كل ما اتجهنا إلى شرقها، وبعض أجزاء منطقة الحدود الشمالية في رفحة حتى يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. كذلك الحال على أقصى المناطق الشمالية الشرقية المملكة في حفر الباطن والقيصومة والنعيرية، كل هذه المناطق متوقع عليها إن شاء الله هطول أمطار متوسط في مجمله، ولكن كما ذكرنا تشتد غزارة الأمطار على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة. معظم مناطق المملكة إن شاء الله تعالى التي هطلت عليها أمطار متوقع أن ترتفع نسب الرطوبة في ساعة الصباح الباكر، وبالتالي يتكون الضباب خارج المدن وفي الطرق السريعة، لذلك نلفت الانتباه. وإن شاء الله تعود الأجواء للاستقرار التدريجي خلال يوم الأربعاء القادم على معظم مناطق المملكة عدا بعض التشكيلات من السحب المتفرقة والخفيفة، وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها منخفضة أقل من 10 درجات مئوية على المناطق الشمالية. هذا والله تعالى أعلم.
إلى ذلك دعت المديرية العامة للدفاع المدني لتوخي الحيطة والحذر من احتمالية فرصة هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة ابتداء من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل، مع أهمية الالتزام بالتعليمات في مثل هذه الحالات والمعلنة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتجنب المخاطر الناجمة عنها. وقبل الختام مشاهدينا الكرام، نتوجه بكم إلى محافظة المخوة بمنطقة الباحة، حيث يتميز شلال الخرار وهو أحد الأماكن الشهيرة في المحافظة، يتميز بجريان المياه الدائم طوال العام ويستهوي الزائرين ومحبي السياحة الشتوية للاستمتاع وكذلك قضاء أجمل الأوقات. المزيد بالتقرير التالي. شلال الخرار في وادي ناوان بمحافظة المخوة هو جمال الطبيعة ووجهة السائح الشتوية في تهامة الباحة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة في جنبات هذا الوادي، والذي يشهد إقبالا متزايدا من الزوار من داخل المنطقة وخارجها. تنوع عجيب رهيب سبحان الله الخالق في جميع التضاريس. احنا جينا من ناوان، يعني تنوع لين وصلنا لهذا الوادي، من تلال رملية، من أودية، من جبال، من خضرة، لكن سبحان الخالق يعني صراحة في مناظر عجيبة بديعة في المملكة العربية السعودية، أتمنى من الجميع زيارتها. اشتهر هذا الوادي العريق تاريخيا بالمناظر الجميلة وانحدار المياه منه على شكل شلالات من أعالي القمم، فترتوي أرضه وتخضر أشجاره وتكثر بحيراته التي تمتلئ بالمياه، ويمارس البعض هوايته كالسباحة أو التسلق، وقد اعتاد الأهالي الاستجمام فيه منذ القدم وخاصة في فصل الشتاء. والمويه فيه تنشهر منها على مدار السنة في وقت الصيف وفي غيره، ولكن في أوقات أمطار في أوقات ربيع وأوقات شتاء تزيد كثافة الجارية المياه. الطبيعة الخلابة وشلالات المياه والجبال الشاهقة، فأنت هنا على موعد مع أجمل رحلة سياحية. مسفر هوتيل الباحة. ونشرتنا انتهت، بقي أن نذكركم بأبرز ما جاء فيها. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس كينيا بذكرى استقلال بلاده. سمو ولي العهد يستقبل الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ويستعرض معه ملف المملكة لاستضافة معرض الرياض إكسبو. اختتام أعمال ملتقى الميزانية بالتأكيد على مواصلة نمو الاقتصاد السعودي نحو المستهدفات. شكرا لكم على طيب المتابعة، نلقاكم على خير وفي أمان الله.